خلينا نكمل عن جد عن المساحة. كيف جد المساحة المحصورة بين الاقترانات ص بساوي لو س وص بساوي الأربعة والمحورين الموجبين؟ شو قصده بالمحورين الموجبين؟ يعني س بيساوي صفر وص بيساوي صفر، هاد وهاد، شو هاد وهاد؟ طيب إذا شو الاقترانات؟ الاقترانات عندك لوس صاد بيساوي لوس سين للأساس ها، هاي الأول، صاد بيساوي الأربعة، صاد بيساوي صفر من الموجب. الحدود بس عندك سين بيساوي صفر، فيش غير عندك زيرو. هل يعني فيش مساحة؟ لا، المساحة من الجهة من التقاطع، نقاطع، هاي أول خطوة، ثاني خطوة نقاطع، نقاطع. شو بدك تقاطع؟ أول إشي لو السين بالأساس ها مع الأربعة، هاي أول مقاطعة. تاني مقاطعة اللي هي لو السين بالأساس ها مع صفر. ثالث مقاطعة اللي هي الأربعة مع صفر. هيك بكون قطعنا هذا الأول في الثاني، والثاني في الثالث، والأول في الثالث، والثاني في الثالث، والثاني في الأول، والثاني في الثالث، والثالث مع الكل. نحلهم. لو السين الأساس ها ترفع ها بترفع للها قوة عشان تتخلص من لو، طلعها ها لفوق هيك، بس عندك ها قوة أربعة بيساوي السين، السين بيساوي ها قوة أربعة، هاي أول تقاطع. لو السين الأساس ها ها قوة صفر واحد، ها قوة صفر واحد، إذا سين بيساوي الواحد. أربعة لا تساوي هذا، إذا لا يوجد نقاط تقاطع هون. صار عندك هاي نقاط التقاطع. هسه بترسم. كيف نرسم؟ زي ما حكينا، بننزل نقاط التقاطع زي ما هي هون. هاقو أول شي صفر، بعدين الواحد، بعدين ها قوة أربعة. حلو. هسه هون بننزل الاقترانات حسب الترتيب. شو عندك؟ أصغر اقتران اللي هو الصفر، صار بيساوي صفر، بعدين صار بيساوي الأربعة، صار بيساوي اللوس سين للأساس ها. هسا تعوض، عوض الصفر هون راح يكون كلهم صفر، عوض الصفر صفر، عوض صفر أربعة، لوس سين عوض الصفر لوس صفر، ما في لوس صفر غير معرف، إذا هون غير معرف طلع. نجعل واحد، هاي واحد واحد واحد، عوض الواحد صفر، عوض الواحد أربعة، عوض الواحد صفر، نجعلها قوة أربعة، ها قوة أربعة، ها قوة أربعة، ها قوة أربعة، عوض الصفر صفر، عوض الأربعة أربعة، عوضها قوة أربعة أربعة. طلعنا النقاط اللي لازم نرسمها. هسه إيش نرسم؟ رسمة خفيفة. طبعا هو حكاك بين محور السينات الموجب والسالب، ما في داعي تكمل السالب صادات وموجب سينات أو سالب سينات، هدول بيكفوا على ما أعتقد. هذا سين وهذا صاد. حلو. أول شي بتاخد صاد بيساوي صفر، صفر صفر هيها، هاي صفر صفر، واحد صفر هون، اثنين صفر هون، ها قوة أربعة صفر هون. نفترض إن هون ها قوة أربعة، هون الواحد، إذا هذا الأول صاد بيساوي الصفر، هاي طلعنا هيك خط مستقيم، صاد بيساوي الأربعة، صفر وأربعة، خلينا نحكي هون واحد اثنين ثلاث أربعة، هاي الأربعة، هاي صفر وأربعة، واحد وأربعة، وها قوة أربعة وأربعة، هاي المستقيم الثالث، نرسمه. هيك. هذا اسمه صاد بيساوي الأربعة. نجي على اللوسين، صفر وغير معرف، صفر وغير معرف يعني لا بيكون جاي من فوق لا بيكون جاي من تحت، خل مش عارفين. واحد وصفر، هاي واحد هاي صفر هون، ها قوة أربعة وأربعة، هاي ها قوة أربعة هاي أربعة، إذا راح يمشي هيك هيك. إذا الغير معرف راح ينزل من تحت. ليش راح ينزل من تحت؟ لأنه مش راح
يطلع هيك وهيك وينزل هيك وهيك يطلع. هذا مش رسمة لوسين، لوسين بيكون إما رسمة هيك وها قوسين عكسها هيك. ف اللي عرفنا إنه راح يجي من هون راح يجي من هون، إذا ها صفر وغير معرف من هون، إذا راح يطلع هيك هيك هيك، هذا راح نسميه لوسين للأساس. هذا لوسين حلو. هسه ايش نسوي؟ نشوف وين منطقتنا المظللة، اين هي؟ ها هي هاي المنطقة بين سبسو أربعة والمحور الموجب سبسو صفر، محور الموجب الثاني سين بساوي صفر، واللوسين للأساس ها. ها هي المنطقة. نشوف هسه بدنا نحط الحدود. شو حدودك عندك؟ س بيساوي صفر، س بيساوي الواحد، هاي س بيساوي الواحد، وس بيساوي ها قوة أربعة، هاي س بيساوي ها قوة أربعة، س بيساوي ها قوة أربعة. إذا صار عندك مساحتين ميم واحد وميم اثنين، شو بدك تسوي؟ طلع ميم واحد ميم اثنين. ميم واحد راح تصير تكامل من الصفر لل من الصفر للواحد، زي انتو زي ما انتو شايفين، من الصفر للواحد. شو الكبير شو الصغير؟ هيو سيبك من هذا الحكي، شوف الكبير صارت قوة أربعة والصغير صفر، يعني أربعة ناقص صفر كله دال السين، يعني أربعة سين من الواحد للصفر، عوض الواحد أربعة ناقص صفر أربعة، طلعت ميم واحد. ميم اثنين راح تكون تكامل من الواحد للها قوة أربعة، من الواحد للها قوة أربعة. شو من الكبير من الصغير؟ الكبير أربعة ناقص لوس سين، أربعة ناقص لوس سين للأساس ها دال السين. هسا كيف بدك تحلها؟ هذا عرفت كيف نكامله بالأجزاء، فبتكامل الأجزاء. هون عندك أربعة سين بتعوض ها قوة أربعة والواحد ناقص تكامل بالأجزاء، هذا بتشتقه بصير واحد على سين، بصير سين في لوس سين ناقص تكامل لوس سين للأساس ها دال السين. هذا تشتق من واحد للأربعة، اشتق وهذا بتكامل. لوس سين تشتقه واحد على سين، عندك دال السين تكامله سين تضرب. بس عندك هون أربعة فيها قوة أربعة، أربعة ها قوة أربعة ناقص أربعة، حلو، ناقص تكامل سين في لوس سين، سين في لوس سين بتعوض واحد ها قوة أربعة، سين في لوس سين ها قوة أربعة والواحد، زائد ناقص ناقص تكامل زائد تكامل دال السين من واحد لها قوة أربعة. بيطلع معك الجواب ميم الكلية يساوي ميم واحد زائد ميم اثنين. مش راح طلع الجواب النهائي، راح آخذ كمان مثال. بقولك المثال بعديه جد المساحة المحصورة بين منحنى الاقترانات. أول شي حكينا اللي بنعرفه، نحدد الاقترانات والحدود. اقترانات ايش؟ صاب يساوي جذر اثنين ناقص سين، صاب يساوي سالب سين، وايش محور السينات؟ محور السينات يعني صاب يساوي صفر، صاد بيساوي صفر، طالما صاد يعني اقتران. الحدود ما في، هل يعني ما في منطقة محصورة؟ لا، نطلع الحدود عن طريق التقاطع، نقاطع. أول شيء جذر اتنين ناقص سين مع سالب سين، جذر اتنين ناقص سين مع سالب سين، جذر اتنين ناقص سين مع الصفر، والسالب سين مع الصفر. نحل واحدة واحدة، ربع الطرفين هون، اتنين ناقص سين بيساوي سين تربيع. نقول سين تربيع زائد سين ناقص اثنين بيساوي صفر، سين زائد سين ناقص بيساوي صفر، اثنين في واحد. إذا إما سين بيساوي سالب اثنين أو سين بيساوي الواحد. بدي أعطيك مهم شغلة لازم تكون عارفها، بالاقتران الجذري بتعوض حلولك عشان واحد منهم يمكن يطلع غلط، واحد منهم عوض السالب اثنين، اثنين زائد اثنين أربعة، جذرها اثنين، هون سالب اثنين في اثنين اثنين، إذا
الحل الأول صحيح طبعا، عوض الواحد، 2 ناقص 1 1، هون سالب 1، إذن 1 لا تساوي سالب 1، إذن هذا يهمل. هذا يهمل، نجي على هون، ربع الطرفين، 2 ناقص س بيساوي 0، س بيساوي 2، طبعا عوضه بصير 2 ناقص 2 0، جذر 0 0، إذا صحيح سالب س س بيساوي 0. صار عندك الحدود، تبدأ من سالب 2 0 و2، إذا صار عندك ثلاث حدود، يعني مساح ثلاث حدود، يعني مساحتين، المساحة الأولى هاي، المساحة الثانية هاي. إذا أنت عارف حدود التكامس، مش عارف مين فوق الثاني، فهسه صار دور الرسم. شو الرسم؟ أول إشي بنحط سالب 2 0 و2، هون جذر 2 ناقص س، هون سالب س، هون إيش؟ 0. الأول راح يكون سالب 2 للكل، يلا الثاني 0 0 0، الثالث 2 2 2، حلو. شو هسه؟ هسه بدك تطلع هذا، عوض سالب 2 2 زائد 2 4، جذر 4 2، سالب 2 سالب سالب 2 2، موجب 0 0، عوض 0 2، جذر 2، هون 0، هون 0، عوض 2 2 ناقص 2 0، هون 0، هون سالب 2، وهون 0. صار وقت ترسم، كيف بدك ترسم؟ بس نرسم مش مشكلة. هاي المحاور، هذا محور السينات، وهذا محور الصادات. هسه بدك ترسم، أول شي ارسم الصفر، سالب 2 و0، هاي سالب 2 هون، خلينا نحكي 0، 0 و0 هاي 0 و0، 2 و0 هاي هون 2 و0، هذا الخط صار بيساوي 0. نجي على سالب س، سالب س اللي هو سالب 2 و2، سالب 2 تطلع 1 2، سالب 2 و2 هون، حلو. 0 وجذر 2، هون نحكي 0 و0 هي 0 و0، واثنين وسالب 2 هي 2، هون 1، هون سالب 2 هي 2، سالب 2 هون، خلينا نحكي. هذا الاقتران الثاني اللي هو جذر اللي هو سالب س، هذا هو سالب س. نيجي على ايش؟ جذر 2 ناقص س، عوض سالب 2 و2، هاي سالب 2 وهاي 2، هاي موجودة، 0 و1 على جذر 2، كيف 0 و1 على جذر 2؟ يعني هون راح يكون تقريبا، هذا 1 على جذر 2 أكيد، لأن جذر 2 أقل من 1، لأ، جذر 2 هو عبارة عن أكثر من 1، فراح يكون هون تقريبا أكثر من 1 بشوي. إذا جذر 2 هون، هيو هيك. نجي على 2 و0، هاي 2 و0، فكيف راح يجي؟ راح يجي الرسمة هيك تقريبا، أنا ما سويت شي غير وصلت فيهم يعني، بس لأن هذا جذر 2 ناقص س. هسه ايش بنسوي؟ بنطلع، بنحدد حدودنا. شو حدودك؟ سالب 2 هي سالب 2، ماشي، 0 هاي 0، والاثنين هاي الاثنين، بدو المساحة المحصورة بينهم الثلاث، هاد وهاد وهاد، إذا هذا هي المساحة المحصورة. ما أخذنا لتحت عشان هو حاكي لنا المساحة المحصورة بينهم. طيب في إشي بالنص بيقسمهم، اللي هو الصفر، إذا هون ميم، هون ميم 2 وهون ميم 1، فبدك تطلع ميم 1 اللي هي التكامل بين سالب 2 للصفر لمين؟ هاي سالب 2 للصفر، مين فوق الثاني؟ جذر 2 ناقص س في سالب س، جذر
اثنين ناقص سين ناقص ناقص سين زائد سين كله دال سين، بتطلع جواب. المساحة الثانية من الصفر للاثنين مين؟ هاي صفر هاي اثنين، جذر اثنين ناقص سين مع الصفر، جذر اثنين ناقص سين ناقص صفر كله دال سين. المساحة الكلية هي ميم واحد زائد ميم اثنين. هسا الفيديو اللي بعديه راح يكون المساحات عن طريق الرسم، هو بيرسم لك وانت تطلع مساحة. هذا السؤال بيجي يا صعب يا سهل حسب حظكم. انا بفضل صراحة ان يكون الرسم انت ترسمه، لانه انت راح تعرف على حالك ايش راح تحدد، وهو يمكن يقصد لك شغلة او يزيد لك شغلة، يعني يمكن يحكي لك جد المساحة محصورة بين هاي وهاي وهاي كمان. هون ايش بدك تسوي؟ بدك تطلع ميم واحد ميم اثنين، وبدك تطلع ميم ثلاث. شو هي ميم ثلاث؟ من الصفر للاثنين صفر ناقص سالب سين. بدك تعرف انت. سالب.